شباب سوريون وعرب خاضوا تجاربهم بأنفسهم وتحدوا الصعاب، فحققوا ما عجز عنه الآخرون رغم غياب الدعم المادي والمعنوي. منصة ديت وللعام الخامس على التوالي تنظم في اسطنبول مؤتمرها التفاعلي بغية عرض نماذج من قصص نجاح الشباب وتصميمهم على صنع الإنجاز. منصة ديت هي أول منصة عربية لنشر أفكار الشباب على جمهور تفاعلي، تأسست عام 2015 في مدينة اسطنبول على يد شباب سوريين، وهي منصة عربية وليست سورية، تستهدف العرب والناطقين باللغة العربية من شباب أكاديميين وأطفال. خلال 10 دقائق عرض 5 شبان تجاربهم أمام جمهور متحمس فاضت به جنبات المسرح، كان للشبان السوريين النصيب الأكبر منها. أنا اليوم هون موجود لأحكي عن تجربتي بالغربة في تركيا بالذات، وأعطي جرعة تفاؤل وأمل للشباب المتواجدين في تركيا أو الشباب المتغربين ليشوفوا أنه فعلا فيك تحقق شيء بالغربة وفيك تعمل شيء من الصفر. لا تقتصر المنصة الشبابية على المؤتمرات التفاعلية، بل لديها مشاريع تربوية وتعليمية تحرص من خلالها على استقطاب المزيد من المواهب والكفاءات والتعريف بهم. أنا هنا اليوم في ديت لأشارك بتجربتي التي عنوانها زرع في بغداد زهر في إسطنبول، وأتحدث عن تجربتي في الخط العربي، كيف أن بدأت موهبتي في بغداد ثم تطورت، وبعد ظروف متعددة في بغداد انتقلت منها مع أهلي إلى إسطنبول واستقريت فيها وتعرفت إلى الأساتذة الخطاطين وبدأت تجربتي بالأخص مع خط الرقعة. كان للشباب العربي نصيب من الظهور، فالمنصة ورغم هويتها السورية إلا أنها حريصة على مد جسور التواصل مع الشباب العربي، لا سيما في البلدان التي تتشابه ظروفهم مع السوريين. أنا اليوم أشارك في ديت للحديث عن الصحفيين في غزة وعن عمل الصحفيين وعن الأفكار التي نحاول أن نخرجها خارج هذا الصندوق بعنوان إرادة خارج الصندوق، لأني أنا خرجت من قطاع غزة بعد معاناة كبيرة منذ سنوات أحاول أن أخرج، والآن أنا خارج غزة وأرسل رسائلي إلى العالم. ذهبت إلى تركيا، الآن أنا موجود في إسطنبول، وذهبت إلى إندونيسيا وماليزيا وأحاول الوصول إلى باقي العالم لأخبرهم عن الصحفيين وعن الإرادة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. هي قصص معاناة تحولت في لحظة فارقة إلى تجارب نجاح لشباب آمنوا بأنفسهم أولاً وبقدرتهم على التغيير وصنع الفارق في مجتمعاتهم قبل أي شيء.